لن تصدق ماذا كان يفعل هذا الرجل مع زوجته أمام أبيها. تفاصيل مثيرة. في أحد العائلات الكبيرة كانت تعيش فتاة مع أبيها وإخوتها بعد وفاة أمها. كان أهل هذه الفتاة يعاملونها بطريقة سيئة جدا ويقصون عليها في كل شيء. لقد تقدم كثير من الأشخاص الجيدين لخطبة هذه الفتاة، لكن والدها كان يرفض لأنه لا يريد أن تعيش حياة هانئة سعيدة مثل باقي الفتيات. أراد هذا الأب القاسي أن يذلها. لم تفهم الفتاة المسكينة لماذا يفعل أبوها معها هذه الأشياء. وفي النهاية تقدم أحد الشباب لها، لكنه لم يكن مناسبا ليكون زوجا ويتحمل مسؤولية. لكن المفاجأة أن الأب وافق عليه لأنه أراد ألا تعيش حياة هانئة حتى بعد مغادرة المنزل. تزوجت الفتاة من هذا الشاب وشعر الأب أنه انتصر. لم تعش هذه الفتاة حياة مختلفة كثيرا. لقد كان عذابا مشابها وقسوة وذل كبير مع هذا الرجل. تحملت هذه الزوجة الكثير ولم تكل ولا تمل مما حدث ويحدث معها. كانت دائما شاكرة حامدة. بعد فترة مرض والد هذه الفتاة كثيرا ولم يكن هناك من يرعاه. وعندما علمت الفتاة أتت إليه لترعاه، شعر الأب بالخزي والخجل مما كان يفعله معها، وهي الآن أتت لتكون بجانبه. لكن أتى زوجها وضربها وأهانها أمام أبيها وطلب منها عدم مغادرة المنزل مرة أخرى. حزن الأب كثيرا وفكر أنه إذا كان زوجها إلى رجل ذي أخلاق لم يكن يعاملها بهذه الطريقة، ربما كانت ستبقى معه وترعاه. مات الأب وظلت الفتاة مع زوجها في هذه المأساة التي لم تتغير. لكن حدث لزوجها مشكلة كبيرة وتخلى عنه الجميع وتوقع أنها ستكون أول من يتركه بسبب ما يفعله. لكن حدثت المفاجأة. لقد وجدها أول من وقف بجانبه ولم تتخلى عنه مهما حدث معه. ندم الزوج كثيرا وقرر أن يغير من نفسه ويتعامل معها بالحسنى بسبب وقوفها بجانبه وعوضها عما حدث في حياتها منه ومن أبيها. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن القسوة مبرر للخوف؟